السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تابعين قناة تميم تميم. اليوم نجيلكم فيديو جديد، واللي هو راح أوريكم كيف نسوي موهيتو. ويلا نبدأ مع بعض. قبل لا نبدأ، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا نبدأ. نبي المكونات اللي نحتاجها، نحتاج النعناع وليمون وملون طبيعي مع طعم، يعني يعطي طعم ولون. شوفي هذا هو، جيبوا زيه ترى يعطي طعم للموهيتو. طيب اول شيء بنبدا فيه، هنحط ثلج. حطوا كم حبه تبون، انا بحط واحده. ونحط نعناع شوي، ثاني نحط ليمونه، بعدين بنحط السفن زي ما قلنا، بس خلينا نبعد شوي عشان الكاميرا. بس كده. وطبعا الأدوات اللي بنحطها نسيت أقول لكم، هنحتاج سكينة وحنحتاج ملعقة. طيب قبل نحط الملون، هناخد ليمونة، تعرفون انتم الحركات دي، ونقطعها. انا بقطعها واوريكم بس عشان بقدر. طلعت معي، هي كانت مشكوكة من اول، طلعت معي بهذا الشكل. بحطها كذا خلاص، بعدين بحط الملون طبيعي زي ما قلنا لكم، بنكهة التوت او المشكل، يعني توت وعنب وكذا، يعني بنحط يعني كمية اللي تبيها. بعدين تاخذ الملعقة، ناخذ الملعقة ونحرك نحرك ونحرك ونحرك. بس شكلنا كثرنا، هذه أول مرة أسويكم فيها طبخة. هذا هو الشكل النهائي، خليني بوريك إياه، أوريكم إياه، وخلا بحطه بصينية وأرجع. طبعا هذا شكله النهائي، حطيت معه مصاص، شوفوا. وعليكم بالعافية، وفي هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. باي.